هي يعني برضو خلينا اتكلم، ده انت فتحتي حته كويسه جدا، يعني خلينا اتكلم في طفولتك. والدتك عملت معاكي ايه، خاصه انه كان اكيد في معوقات بتقابلك؟ اكيد ماما بجد يعني ماما كرست حياتها ليا من بعد ما الحمد لله يعني ربنا امن عليا. على فكره يعني انا دايما بقول ربنا امن عليا بالاعاقه، والله ان لولاها انا ما كنتش في المكان اللي انا فيها دلوقتي. صحيح. طبعا من بعد ما ربنا امن عليا بيها هي تعبت معايا جدا جدا وما كانتش بتيأس ابدا. يعني اي حد يقول لها في دكتور كويس هنا تروح توديني، والله هنا في مستشفى كويسه تروح توديني، سابت كل حياتها، اهملت اخواتي، اهملت بيتها، كل ده عشان تشوفني في لحظه واقفه على رجلي. فطبعا ده انا مهما شكرتها مش عارفه اشكرها يعني. واحنا بنشكرها معاكي، لان ام سلمت ام عظيمه زيك، وام هي عظيمه سلمتك، وانت الحمد لله. بتسلمي بناتك هيبقوا في يوم من الايام امهات عظيمات كمان. بس الحقيقه كان يعني اي واحد بيقابله صعوبات، ووالدتك وقفت جنبك، واكيد هي سعيده باللي انت وصلتي له دلوقتي الحمد لله لغايه دلوقتي يعني. وبتكلميها وبتروحي لها طبعا باستمرار. انا يوم الجمعه ده لو عندي ايه، انا ما ينفعش اروح في اي حته يوم الجمعه لان اليوم بتاعها يعني. هتتفرج علينا هي النهارده ان شاء الله. وهتبقى سعيده اكيد. طبعا.